السلام عليكم. نحن حاليا في متحف الشارقة للخط، وراح نأخذكم رحلة للاطلاع على أهم اللوحات اللي موجودة في المعرض. خلنا ندخل نشوف سوا. وهاي مجموعة من بعض الأعمال الخطاطين، وإلى جانب كل لوحة اسم الخطاط ونوع الخط اللي كتب فيه. طبعا فائدة الاطلاع على عمل الخطاطين انه نشاهد التصميم، احيانا بعض اللوحات لها تصاميم معينة واشكال معينة، فطلع المهتم في الخط على تطور الخط، على تميز بعض الخطاطين في بعض الخطوط و تميزهم في خطوط أخرى. طبعا كل خطاط له بصمة في خط معين، منهم من يتميز بخط الثلث، منهم من يتميز بخط النسخ، الديواني، الجلي الديواني، وهاي بعض أعمال هؤلاء الخطاطين. أتمنى يكون أعجبكم الفيديو. إن شاء الله الفيديو الثاني راح يكون مشاركة لي في كتابة بعض اللوحات في وبعض العبارات في المعرض، في قاعة مخصصة للضيوف سواء كانوا مخططين أو أي محبين للخط.